سيدي الكريم، نعلم أن هناك طلبات تم طلبها بين الأسد والجامعة العربية، وتم الاتفاق لاحقا بها مع إسرائيل بخصوص التواجد الإيراني وتواجد حزب الله في داخل سوريا، والاتفاقيات التي تمت بين هذه الأطراف الثلاثة مقابل أن يتم التواصل مع على قطار التطبيع. طبعا يحمل الوزير الأردني يحمل رسالة من الجامعة العربية ومن الدول العربية وكلف بها بأن يقول للأسد أنكم يجب أن تبقون على موقفكم هذا لكي يستمر التطبيع معكم ولكي تعودوا إلى ما كنتم عليه داخل الجسد العربي وكذلك داخل المجتمع الدولي. لذلك الآن في ظل هذه التطورات الهامة جدا يقول لهم العرب أنك أنت الآن التزمت بما اتفقنا عليه سابقا وعليك أن تبقى على التزامك وألا تحيد عن هذا الالتزام، لأن هذا سوف يعود بالضرر عليك في حال عدم الالتزام. لذلك هذا من ضمن الاتفاقيات التي تمت سابقا، ويحمل الرئيس الأردني كما قلت الرسالة للرئيس النظام السوري بالاستمرار فيما هو عليه. نعم سيد حسام، يعني برأيك هل الزيارة فقط لمناقشة الأزمة السورية ومسألة التطبيع مع الحكومة السورية، أم ستناقش التطورات الحاصلة في المنطقة؟ يعني اليوم نتحدث عن مخاوف في المنطقة من إقدام إسرائيل على شن توغل بري في الأراضي السورية، خصوصا بعد التحركات الأخيرة في الجولان السوري المحتل ونزع ألغام من المنطقة المحاذية للشريط الحدودي. سيد الكريم، ليكن معلومة للجميع أنه لا يوجد توغل أو استمرار للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. صرح الإسرائيليون بذاتهم، وهذا معلوم للجميع، أنهم لا يريدون الاستمرار في هذا التوغل، وإنما يريدون تجريف المنطقة وإقامة الجدار الذي يمنع وصول السلاح إلى حزب الله أو يمنع ضربات توجه إليهم من الجولان السوري. وبالتالي في هذا الإطار يعمل الإسرائيليون، وبالتالي لا يمكن لهم أن يستمروا فيما هم عليه، لأن سوريا لن تواجههم ولم تواجههم سابقا، ولا داعي لأن يقوموا بهذا التوغل نهائيا حتى لو بوجود ميليشيات حزب الله أو ميليشيات إيرانية. الناحية المهمة جدا سيدي الكريم، أعود وأؤكد أن الأسد هو ركن أساسي في الخطة الجديدة الإسرائيلية والترتيبات الإسرائيلية الجديدة في المنطقة، لذلك هم يبنون بناء عليه، يبنون خطتهم المستقبلية على هذا الأساس. الناحية المهمة جدا كذلك أن التطورات التي تحصل كلها تمشي بدقة وبشكل ممنهج ولا تخرج عنه نهائيا، إخراج القوات الإيرانية من الداخل السوري أولا، ومن ثم بموافقة روسية طبعا، ومن ثم سيطرة بعض القوات النظام على بعض المناطق، والعمل على الخطة الممنهجة ضمن القرار 254. نعم، ولكن سيدي يعني هناك تقارير كثيرة أفادت بأن الحكومة السورية لم تخطو أي خطوة بعد عودتها إلى الجامعة العربية، بعد عودة الرئيس السوري إلى الجامعة العربية لم تخطي أي خطوة باتجاه حل الأزمة وبرنامج خطوة مقابل خطوة. هل الزيارة تأتي لحث الحكومة السورية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا أم ماذا؟ سيد الكريم، شعار خطوة مقابل خطوة أو ما يسمى بالإنعاش أو الانتعاش المبكر سوريا تلتزم به، أقول أن سوريا تلتزم به. النظام الآن ينتظر إخراج القوات الإيرانية من الداخل السوري، وعندها يستطيع أن ينفذ سياسته التي اتفق بها مع الإيرانيين، مع الدول العربية ومع إسرائيل. بدليل هناك ناحية أن هناك نزع لصور نصر الله، كذلك العمليات التي تتم ضد عناصر حزب الله التي تتم داخل سوريا من قبل المخابرات السورية، وبالتالي هو ملتزم إيقاف الكبتاغون، كل هذه هو ملتزم بها إلى الآن، لم يخرج عنها، وصمته كذلك من ضمن الخطة المبرمجة التي يعمل عليها المجتمع العربي مع المجتمع الدولي. وهل سيتم إخراج القوات الإيرانية برأيك؟ صحيح سيدي الكريم، سوف يتم إخراجه، هناك مفاوضات تتم بمعية روسية أو بمحاولة من روسيا بأن يخرج الإيرانيون بسلاحهم الثقيل، ولكن يرفض الروس هذا ويقولون أنه يجب إخراج السلاح الخفيف فقط والسلاح الثقيل يبقى لجيش النظام. نعم، كنت معي من بولندا سيد حسام نجار، محلل سياسي وكاتب صحفي، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.